الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قال طاهر فؤاد ابن عم النجم محمد فؤاد ومدير أعماله أن الأطباء قاموا بفحص محمد فؤاد وطمأنوهم على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية عصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر ودخوله أحد المستشفيات. وأضاف طاهر فؤاد في تصريح خاص أن محمد فؤاد شعر بإعياء بعد ارتفاع في ضغط الدم ومعدل السكر، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج. وأوضح طاهر أن الأطباء المعالجين قرروا وضع محمد فؤاد تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين للإطمئنان على استقرار حالته الصحية، مشيرا إلى أنه ينتظر خروجه من المستشفى غدا السبت 30 نوفمبر. وكان الفنان محمد فؤاد خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة أثر تعرضه لوعكة صحية أصابته، وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج. وبدأ فؤاد واعيا ويتحدث مع الأطباء في الصور التي نشرها بعض الأهل والأقارب على السوشيال ميديا. مع أجمل الأمنيات للفنان الجميل محمد فؤاد بالشفاء العاجل. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.